وبخصوص دعم الإنتاج والابتكار، تم توجيه المنتجين نحو أقطاب إنتاج متخصصة على مستوى مناطق الإنتاج وهيكلة الفاعلين الأساسيين حول الأقطاب وإقامة البنى التحتية الأساسية اللازمة لدعم أقطاب الإنتاج وتزويد المواقع الزراعية بالكهرباء وقنوات الري، إضافة إلى إنشاء وإعادة الطرق لفك العزلة عن مناطق الإنتاج وإنشاء شبكة للإرشاد الزراعي قادرة على نقل المعلومات والاستشارات الفنية للمزارعين من أجل توعيتهم وإرشادهم حول المسلكيات الجيدة لزراعة الخضروات ومواكبة ودعم إنشاء استصلاحات عمومية وخصوصية خاصة بالخضروات في الزراعة المفتوحة والبيوت المحمية في المناطق ذات المقدرات الإنتاجية. كما تم تشجيع إنشاء شبكة مهنية لإنتاج البذور محليا وتقوية وتشجيع المبادرات الوطنية المختصة في مجال المكننة الزراعية وتقديم الخدمات الزراعية الأخرى، فضلا عن دعم وتسهيل الولوج إلى معدات الري الفعالة والبذور والمدخلات الزراعية من خلال إنشاء خطوط تمويل تساهم في النهوض بهذه الشعبة، فضلا عن إنشاء البنى التحتية الخاصة بالحفظ والتسويق والتحويل وتنظيم وتنسيق الشعبة وتسهيل تمويل القطاع. فما هي أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير شعبة الخضروات؟ وإلى أي حد يمكن أن تساهم هذه الشعبة في توفير الاكتفاء الذاتي؟ وما هي الآفاق المستقبلية لضمان تطلعات القائمين على القطاع والمشتغلين به وتوفير احتياجاته؟ مستهلكين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه التساؤلات وغيرها التي ختم بها الزميل سيد محمد تقريره سنتناولها في هذه الحلقة ليجيب عليها الضيوف الكرام. أهلا بكم سيد مستشار. مستشار، خطة لدى القطاع من أجل تطوير زراعة الخضروات في بلادنا، ما أبرز معالم هذه الخطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للتلفزيون الموريتانية على هذه الفرصة. احنا على مستوى وزارة الزراعة بادرنا إلى خطة خمسية من شأنها على أنها تغير من الممارسات الحالية والله اللي جبرنا قدامنا في القطاع الخضروات. وهذه الخطة الهدف منها هو تطوير الممارسات وتطوير المنتجات كما وكيفا ولوجها للأسواق وسد الفراغ وسد النقص والعجز في الإنتاج الوطني كي يتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الخضروات تدريجيا خلال السنوات القادمة. بطبيعة الحال هذه الخطة اللي هي تعتمد على محاور، وذيك المحاور كلها اللي هي يحاول على انه يزيد من 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 الوصول للنتيجة. المحور الأول هو محور تطوير أساليب الإنتاج وتطوير لعقليات المزارعين فيما يخص التقنيات الأساسية للخضروات من الاستصلاح حتى التسويق، وهذه مراحل أساسية في عملية تطوير لممارسة الخضروات في موريتانيا. بطبيعة الحال ممارسة إنتاج الخضروات الموريتاني كان يعتمد على زراعات تقليدية قليلة الفنية وممارسة على مساحات ضئيلة وممارسة في مناطق نائية معزولة وقلما تعود خاضعة للفنيات متطورة. إذن أعلن الهدف الأول هو تطوير الإنتاج وأساليب الإنتاج في المزارع الموريتانية المتخصصة بالخضروات. المرحلة الثانية والله المحور الثاني اللي يعود محور للتكوين والإرشاد وتطوير أساليب الفنيات في مجال ما بعد الحصاد. المحور الثالث اللي يعود الولوج للتمويلات لتطوير الممارسات الزراعية وتكثيفها. المحور الرابع اللي يعود بنى تحتية أساسية في حفظ الخضروات لأنها غالبا ما تنتج في فترة معينة
ولازم تحفظ، إياك على أنها تقد تستغل في فترات أخرى. وهذا يقودنا على أن نمد فترة تغطية الحاجيات الوطنية. المحور الأساسي هو معرفة الحاجيات الوطنية من الخضروات، إياك تم برمجتها وإعطاء الفرصة لجميع الفاعلين في مجال الزراعة على أنهم ينتجوا، إياك يوصلوا للسوق وتعود السوق قادرة لأنها تستوعب المنتجات كاملة. المحور الخامس هو اللي يعود في الحماية وتكثيف الإنتاج وتنافسيته وجعله قادر على أنه يوصل للأسواق بدون على أنه يكون مضايق من منتجات أجنبية. واضح. عزنا سنتناول هذه المحاور واحدا واحدا لنقف على ماذا تم تحقيقه في هذه المحاور. سيد المستشار، هذه الخطة التي نتحدث عنها، التي تحدث المستشار عن محاورها الكبيرة، كيف أعدت هذه الاستراتيجية وعلى أي أساس تم إعدادها؟ وهل تطرقت لما يتحدث عنه البعض، معرفة إمكانيات القطاع ومشاكل القطاع الجوهري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أشكر التلفزيون الموريتاني على هذه السانحة. طبعا إضافة إلى ما أورد السيد المستشار وإجابة على سؤالكم، حقيقة الخطة الاستراتيجية مبنية على أساس تشخيص ميداني على مدى تقريبا السنوات الأخيرة، مبني أساسا على معرفة احتياجات السوق من هذه المواد التي أصبحت تدخل بشكل رئيسي في المائدة الموريتانية، وأصبحت ضرورة تحقيق إنتاج تحقيق أو سد الفجوة الغذائية في هذا المجال، أصبح ضرورة لازمة. طبعا بعد هذا التشخيص أفضى إلى عدة مسائل، أولها أن غالبية الإنتاج الوطني، أن الإنتاج الوطني يغطي ما بين 15 إلى 20% من الحاجيات في هذا المجال، وأن غالبية الإنتاج أو غالبية المنتجات المستهلكة في السوق الوطني هي مستوردة بمعدل 255 طن تقريبا 255 ألف طن سنويا، والاحتياج الكلي تقريبا حوالي 300 ألف طن، معناه احنا ننتج حوالي 45 ألف طن، ما يمثل 15 إلى 20% من الاحتياج الكلي. هذه الحالة كان يمكن أن تستمر إلا أن الظروف المحيطة، الظروف الدولية والإقليمية وما بعد الجائحة، فرضت أن نفكر في وضع استراتيجية تمكننا من إنتاج هذه المواد اللي هي مواد الخضروات الأساسية وطنيا، عن طريق كما أورد السيد المستشار تحسين اللي هو الطرق الفنية للإنتاج، إدخال التقنيات الجديدة، تقنيات الإنتاج، تقنيات الري، بالإضافة إلى اختيار الأصناف المناسبة والاستفادة من تجارب الآخرين، بالإضافة إلى جانب مهم جدا وهو الجانب التكويني، لأن احنا حقيقة زراعة الخضروات حقيقة بالشكل الاقتصادي أو بشكل يمكن أن يستجيب لمتطلبات السوق حقيقة يتطلب درجة من التقنية ربما لا نمتلكها بشكل كامل. لذلك دخل أو من ضمن أهداف هذه الاستراتيجية هو إدخال القطاع الخاص المهني في مجال الإنتاج، وهو فعلا ما تم التعاقد الآن فيه مثلا فيه شراكات ما بين قطاع الزراعة والقطاع الخاص، تستهدف أساسا إنتاج دخول إنتاج وطني ذو جودة بجودة ثابتة ومستديمة. وطبعا الاستراتيجية من أهدافها هو إطالة فترة الإنتاج عن طريق إدخال
في مرحلة معينة تحسين تقنيات الإنتاج، ثانيا إدخال الزراعة المحمية كهدف استراتيجي من هذه الخطة. واضح. طيب سيدنا سيارة، بدأنا بمحور الأول لهذه الاستراتيجية التي ذكرته، ماذا تم العمل فيه على هذا المحور؟ يعني ماذا تم إنجازه في إطار المحور الأول ولهذه الاستراتيجية؟ ذكرنا لها خمس محاور أساسية تحدثت عنها. المحور الأول كما تحدث عنه آنفا سيد المستشار هو معرفة الحاجيات الوطنية من جميع الأصناف وتشخيص الوضعية الحالية للسوق الوطنية ووضعية الإنتاج الموجود. هذا هو المرحلة الأولى من الاستراتيجية، ويجب معرفة الوضعية ومعرفة النواقص ومعرفة الأهداف التي يجب الوصول إليها كي نتمكن من اتخاذ جميع التدابير للوصول إلى الهدف المنشود. والهدف المنشود واضح، وهو زيادة الإنتاج كما وكيفا تدريجيا لسد الفجوة بيننا وبين الاكتفاء الذاتي في مجال الخضروات. وهذا يقودنا إلى ماذا أقيم به منذ وضع هذه الاستراتيجية. المرحلة الأولى هو إدخال تقنيات جديدة، إدخال بذور محسنة عالية المردودية، إدخال تقنيات جديدة للبذر لمكافحة الآفات، إدخال تقنيات جديدة لأعمال التربة وتحسينها، إدخال أصناف جديدة من الأسمدة لم تكن مستعملة من ذي قبل، إدخال فنيات في الحماية في المشاتل المحسنة التي أدرجت هذه السنة في المنظومة الإنتاجية في جميع أنحاء البلاد، إدخال تدريجيا للحماية والزراعة تحت البيوت البلاستيكية والبيوت المظلية. إذن هذه فنيات وتقنيات أدخلت لأول مرة بكثافة في جميع أنحاء البلاد، وهذا بطبيعة الحال بدأ يعطي نتائج جد معتبرة في كمية الإنتاج. هذه السنة لأول مرة تبدأ الحملة حملة زراعة الخضروات قبل شهر ديسمبر، بدأت في شهر أكتوبر على جميع التراب الوطني. السنوات الماضية كانت تبدأ حملة الخضروات في الشهر الأول من السنة جانفيه، وأغلبية الأصناف لا تستطيع أن تعطي مردودية لاقتراب فصل الصيف. إذن هذه التحسينات ستكون لها إن شاء الله في الأيام القادمة عندما ندخل في ذروة الإنتاج تكون لها انعكاسات ملاحظة في جميع أصناف الخضروات لهذه السنة. هذه السنة أدخل نظام إرشادي يعم جميع التراب الوطني، جميع المناطق الإنتاجية من تير الزمور وحتى الحوض الشرقي، جميع المناطق الإنتاجية هذه العام دعمت بطاقم إرشادي فني عالي المستوى يؤطر جميع المنتجين على الفنيات والتقنيات ويواكبهم ويسدي لهم الإرشادات ويشخص معهم المشاكل المطروحة ويساهم في حل المشاكل. إذن هذا العام دعم المكثف لزراعة الخضروات سيكون انطلاقة للسنوات المقبلة إن شاء الله، يمكن من إرساء منظومة مخصصة لزراعة الخضروات بإذن الله تعالى، ستمكن من تطوير في المواسم المقبلة إن شاء الله. بس المستشار تحدث البعض عن إجراءات جديدة
تحتاجها نوعية من الخضروات اللي تزرع في بلادنا. المواطن العادي اللي نحرر مثلا المصطلحات يتحدث عن أرض صالحة للزراعة، يتحدث عن مياه موجودة، ما المانع من وجود اكتفاء ذاتي في الزراعة؟ بعض الآخر يتحدث عن استحالة زراعة أنواع من الخضروات في بلادنا أو إجراءات تتطلبها قد لا تتوفر، هل هذا صحيح؟ أولا ربما يكون في الاستراتيجية إجابة على السؤال، لأنه حقيقة احنا المقدرات المائية، لو تكلمنا عن المقدرات المائية لحسد اللي حقيقة نحن نحسد عليها شبه المنطقة، هذه المقدرات تمكن من زراعة مساحات هائلة بالإضافة إلى المساحات الزراعية المتوفرة، و يعني أنواع المناخات الموجودة في البلد. معناها أولا إجابة على سؤالكم، لا يوجد أي محصول، غالبية المحاصيل محاصيل الخضروات تزرع في موريتانيا وبنجاح. طبعا كما أورد السيد المستشار، إنتاج الخضروات بشكل عام يحتاج إلى تقنيات خاصة. المشكلة أن عقلية المزارع الموريتاني الغير مهنيين، نقول ما هم المزارعين كاملين، المزارعين غير مهنيين مشكلتهم أن الزراعة بالنسبة لهم ظل لمن لا ظل له، العكس الزراعة عبارة عن علم يجب أن يؤتى من بابه. طبعا من يقول الزراعة أو يقول الإنتاج يفكر في البحث، إحنا البحث الآن أصبح متاح، لأن إحنا مثلا ممكن أن نستفيد من الأصناف التي تجود في مناطق مشابهة لمناطقنا من حيث المناخ، من حيث طرق الإنتاج وما إليه. معناها لا يوجد أي نوع من الخضروات لا يمكن زراعته في موريتانيا. فعلا الاستراتيجية جاءت لتجيب على هذه الأسئلة، لماذا نستورد الخضروات ونحن نمتلك مساحة تقدر على ضفافنا تقدر 137 إلى 135 ألف هكتار. حقيقة يمكن الجواب على السؤال عن طريق أولا العقلية، لأن احنا حقيقة مجتمع يتعامل مع الأمور بعقلية الترحال، والزراعة بشكل عام تحتاج إلى استقرار، إلى تخطيط، إلى استراتيجية وطول نفس، وتحتاج وزراعة الخضروات بشكل خاص تحتاج إلى استصلاحات كما أشار السيد المستشار، استصلاحات خاصة لا يمكن أن نعاملها معاملة زراعة الأرز، لأن حقيقة تختلف تماما، تختلف الاحتياجات، تختلف التقنيات، تختلف حتى في المعاملة، وتختلف حتى في الاحتياجات والقدرة التخزينية. لذلك نحن الآن بصدد هذه الاستراتيجية، يمكن أن تقود إلى وضع خريطة محصولية حسب المناطق، معناها إنشاء أقطاب إنتاج متخصصة، منها قطب خاص بإنتاج الخضروات مثلا الخضروات الورقية، منها قطب مثلا الدلتا منطقة النهر، المنطقة الغربية للنهر، هذه منطقة صالحة تقريبا غالبية الخضروات، عندك منطقة عالي النهر صالحة لأنواع من الخضروات كالقرعيات وغيرها، وعندك المناطق الداخلية نركز فيها على سد على إقامة مزارع للاكتفاء الذاتي المناطقي. معناها لأن حقيقة هذه المناطق إذا كانت تأتيها الخضروات من نواكشوط، مثلا الخضروات المستوردة تأتيها من نواكشوط، نحن نركز على زراعة المدن أن كل مدينة تكون نوعا ما مكتفية ذاتيا من الخضروات. طبعا هو حقيقة الإجابة على هذا السؤال الحقيقة العميق المحرج هو أن نحن الآن بصدد الإجابة عليه، إجابة ربما تكون ربما لا تأتي نتائجها بشكل مباشر، لكنها بصدد حلها بشكل تدريجي عن طريق هذه الاستراتيجية. كما أورد مستشار، نحن التدخل الأول خلال هذه السنة والسنة الماضية كان إدخال تحسين تقنيات الإنتاج، هذه المرحلة الأولى، لأن حقيقة ما ممكن تغير عقلية منتج، لأن المزارع صعب الميراث كما هو معروف في العالم. تغيير عقلية أو التقنيات التي تعود عليها المزارع يتطلب وقت، لذلك احنا ندخل التقنيات تباعا، بدأنا بتدريجيا، بدأنا بتقنية إنتاج الشتول بمشاة المحمية، وسندخل الزراعة المحمية، وسندخل طرق الري الحديثة، وهذا بدأ الحمد لله ربنا.
طيب استسمحكم لنتابع تقريرا من مدينة روسو وهو ركن ثابت في البرنامج. نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير من مدينة روسو بولاية أترارزا، نعود بعده لنستأنف نقاشنا بحول الله. بقدر ما تعطي للأرض من اهتمامك ومثابرتك وتركيزك تعطيك هي الأخرى من خيراتها، وتفيض عليك بالحصاد والمردودية الوفيرة، وتعطيك كذلك درسا من سخاء الطبيعة وقيمة العمل والكد والبذل. أحمد لميجن هو أحد المزارعين الذين خبروا هذا المنطق التفاعلي بين الجهد والنتيجة، وهذا الجزء من حصاده خير شاهد على ذلك. وهذه الدفعة الأولى من الحملة الشتوية، وما بقيت الحملة الأخرى راه يمكنها بدأت تتنور وتولد. وهذا خلال الأشهر اللي علينا مع منتصف يدور إن شاء الله نأخذ النتيجة تاعك. فذاك نجي النتيجة هذه البرنامج الأخر اللي حملة صيفية عن القضية اللي دور تتقدم. وتظل معضلة حفظ المنتوج هاجسا يؤرق المزارعين ويجعلهم بين خيارين أحلاهما مر، فإما التقشف في الإنتاج وتقليل المردودية أو زيادته وتعريضه للتلف. هون برنامج مولي مع شرائك رجال أعمال اللي هي وقالوا احنا عندنا معهم برنامج على انهم ليشوا من عندنا البصل وبومبتير، وذا كان مهم بين اللي إذا اللي ينفع مع هذا يعودوا من منطقة فيها 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 صناديق هذا والتمولات الخفيفة اللي قدوا يمولوا المرض الضعيف ويمولوا الراجل الضعيف ويتم يقبض ويرد. وهذا مقرر على من ينفتحوا يا غير طالبين مولي لأن هذا يواكب طريقة اللي يخلقوا فيه ويخلقوا مولي مع هذا برادات في المناطق برادات اللي يخلقوا في الدشرة وذا والله العاصمة. احنا ما حالينا مشكلة، احنا حالينا مشكلة من طمول انا كرهات خالف وذو برادات في المناطق منين يؤدوا فيها هذا ورقي اللي عاد ما يقدر يقيس السوق يؤد عنده بلدة منين ينحمي فيه. تجربة زراعية أخرى في مجال الخضروات استطاعت أن تستفيد من التجارب والخبرات في التقنيات الزراعية وتأمين المنتوج ورفع مردوديته. السيد مولاي المهدي والمولاي عمر يحدثنا عن هذه التجربة. احنا اليوم في هذا الحقل شبه حقل نموذجي من ناحية نظام التسميد، نظام التسميد مزدوج فيها نظام التسميد الطبيعي اللي يسمد بالسماد العضوي، وفيه نظام التسميد الحديث خالطينهم الاثنين اياك نجبروا منتج اكثر هو نقاء واكثر هو صحة في البدن. كما تروا هذه تضليل لإنتاج الطماطم في هذه الفترة الجاية اللي هيعود ما هي مقابلة لكراندرية أغريكول لقبال الموافق للطماطم، لابد لهم أن تنخلق له بيئة مناسبة على أنه يقدر يعدل فيها في الظروف كاملة، ومعدلين من هالشي بلين شان في الحقل في الظروف اللي في ظروفه المواتية له. معناه أنه في النهاية لين يوفى هذا من الإنتاج يبقى هذا على إنتاج مطول. وما شاء الله تجربة البطاطا كما ترون فيها تبارك الله تقدم ملحوظ. وعلى الرغم من جهود الدعم والمواكبة الدائمة للقطاع وتوفير السماد وتهيئة التربة، يبقى هذا الدعم بحاجة إلى المزيد، وذلك انسجاما مع تشعب متطلبات الزراعة الحديثة وتكاليفها المجحفة. الاستثمارات نوعين خارجين، استثمارات كمكافحة للفقر كدعم أسري كدعم للوسط الريفي، يعني خارجين استثمارات هم اللي تتركز عليهم السوق، هم الاستثمارات الكبيرة لما يخلقوا ما يقدر يخلق الاكتفاء الذاتي. وهذا اللي ينقاله زراعة تقليدية ما يقدر حد يقول لكم على أنه يقدر يمتريزي منهم فوق 10 هكتارات 15 هكتار، بالتالي مهما كان عنده من الموارد المالية ما يقدر يمتريزي أكثر من 10 هكتارات 15 هكتار. الزراعات الحديثة معناها الري بالرذاذ والرش والري المحوري والري بالتنقيط، هذو الأساليب كاملة تقدر تعدل منهم إلى 200 هكتار بطريقة سهلة، وتقدر كل نبتة تضمن لها على أنها
تعطيها المادة الخاصة في الوقت المناسب. مثلا هذا الحقل فيه نظام من الصمامات على أن أي قطعة منه عندها نقص في مادة معينة نقدر نعطوها لها بمعزل عن الأخرى. هي إذن تجارب زراعية شبت عن طوق الزراعات التقليدية المربوطة على دورة الموسم الواحد، وراهن أصحابها على العزيمة والإصرار لخلق الفارق وتحقيق النتيجة، وبفضل مساندة القطاع ودعمه حققت هذه النماذج نتائج زراعية مشجعة للبعض، وأرسلت بتطمينات مبشرة للبعض الآخر بمردودية على قدر التطلعات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد بعد أن تابعنا هذا التقرير من مدينة رصع عن تجربه ناجحة، ورحب مجددا بالشيخ أحمد والتلاميذ المندوب الجهوي لوزارة الزراعة على مستوى ولاية طرابلس. سيد شيخ أحمد، هذه التجربة الناجحة التي تابعنا في هذا الركن من البرنامج، ما هي التسهيلات التي تقدم والمساعدات التي تقدم لمثل هؤلاء، وما هي الوسائل التي يتوفرون عليها من أجل زيادة إنتاجهم وتسويقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. بالنسبة للمزارعين بصفة عامة في ولاية طرابلس، وهذين النموذجين اللي ظهروا نظرك، النموذج الأول والنموذج الثاني، أختار نقول بأن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات والمساعدات للمزارعين، مزارعي الخضروات في هذا الموسم الزراعي 2021-2022. تجسد أولاً في تمكينهم من الحصول على المياه بسهولة، يعني تنطرح مشكلة تدخل الوزارة عن طريق المعدات الزراعية المتوفرة عند شركة سنات، عن طريق إدارة الإصلاح الزراعي، وتحل مشكلة المياه. وبما أن المياه هو العامل المحدد والله العامل الأساسي والله من أهم العوامل الأساسية في الإنتاج الزراعي، يعتبر حل مشاكل المياه مساهمة كبيرة جداً في تسهيل ولوج المزارع لوسائل الإنتاج الأساسية. نختار نقول بعد أن الوزارة وفرت البذور بالنسبة للمحاصيل الزراعية الخضرية، ووفرت أيضا تقاوي البطاطا. النموذج الأول كان عندكم من نماذج تعاملت معهم الوزارة وأعطاتهم كميات معتبرة من بذور البطاطا في إطار اتفاقية بين الوزارة وبعض المنتجين اللي نعتبرهم إحنا منتجين ناجحين ومنتجين كبار. بموجبها وفرت الوزارة بذور والله تقاوي البطاطا على أن يتحمل أو يقوم المنتج برعاية المحصول وإنتاج كميات معتبرة من البطاطا لسد الثار أو تقليل العجز بين الحاجيات والإنتاج في هذه المادة الأساسية خاصة في شهر رمضان. وفرت أيضا الأسمدة، هذا المنتجين اللي كنا نراعوا فيهم ورق كغير من المنتجين الآخرين، أعطاتهم الوزارة الأسمدة على أنواع، منها ما هو مجاني ومنها ما هو مدعوم بأسعار مخفضة للمزارعين يتمكنوا من الحصول عليها. حتى الأكياس اللي شفتوا عند المنتج الأول اللي داير فيهم البطاطا، داير فيهم الطماطم عفوا، هذه الأكياس أيضا أكياس مساهمة بهم الوزارة. أيضا الوزارة ساهمت بالتأطير، وفرت طاقم إرشادي مهم، ساعد الفنيين، ساعد المزارعين في الولوج للتقنيات الفنية الزراعية وتسهيل الحصول على المزارعين. إذا نختار نقول بأن الوزارة تساهم في حل الكثير من المشاكل وتسهيل وتوفير قدر من المدخلات الزراعية. غير نختار هون نقول بأن يلا عقلية المزارع، يلا نعرفوا عن خالص نفرق بين نوعين من المزارعين. مزارعين الصغار اللي يلا عود دائما اللي يركز عليهم بالمساعدات تقدر تعود مجانية، واللي يعول عليهم بأنهم يوفروا اللي قالوا الاكتفاء الذاتي، يعول عليهم في مكافحة الفقر، يعول عليهم في تحسين الدخل، يقير تطوير الشعبة والنمو في الشعبة وتطوير الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي. هذا ما هو له يتم إنما يتم التعامل وإدخال رأس المال الخاص الوطني والأجنبي، بمعنى آخر التعامل مع منتجين كبار عندهم وسائل. طيب سيد مندوب، ماذا عن تسويق هذا المنتوج؟ مساعدة الدولة يقدوا يوفروا الوسائل اللازمة لاستيراد التقنيات، لاستجلاب التقنيات، لاستخدام المعدات، وبالتالي هذا هو توجه القطاع الجديد. بعد أن يعودوا عندنا نوعين من المنتجين، منتجين صغار
عندهم دعمهم من نوع معين، ومنتجين كبار أيضا في مجال معين. طيب سيد مندوب، هذه التجارب الناجحة التي نتابع أصحابها يطرحون بعضا من المشاكل أو النواقص، ما هي الجهود المبذولة من أجل إيجاد حلول لهذه النواقص والتغلب عليها؟ هو على كل حال النواقص دور تم الله خالق إياك نعود موضوعيين. النواقص هو الكمال، ما هو محد مدعي بعلم فهم شيء كامل، يقرر نحن نعرفه عنه وهم يعرفوا بعد انهم نساعدوا في حدود الوسائل المتاحه. نختار مولي كيف قلتم فرق بين ذيك الناس اللي لا بد لها، احنا يلا نوصل المرحله على ان خالق رجاج لا بد لهم المساعده المجانيه، يلا يمد المساعده المجانيه ويلا يجبرها. يقرر خالق حد عنده وسائل الانتاج، هو عنده وسائل ماديه معتبره، يلا يعود ينتظر من الدوله المساعدة في مجال خلق البنية التحتية، في مجال خلق المناخ المناسب للاستثمار، في مجال حل مشاكل الصعبة الكبيرة، كيف حل مشاكل المياه، كيف مكافحة الآفات، كيف خلق الظروف الملائمة. إذن هذا هو اللي يلا نفرقوا بيناتهم، يلا نفرقوا كيف قلت بين منتجين صغار لابد من مساعدة توزيعات مجانية، ومنتجين كبار مساعداتهم تكون في ذاك المجال. أنا حسب علمي بعد أنك كيف قلت لك ساعدنا على مجالات مختلفة، في توزيعات مجانية للمدخلات الزراعية والمعدات الزراعية، وفي أيضا مدخلات زراعية تم بيعها بأسعار مخفضة. فهم أيضا الدولة تحملت مشكل المياه، مشكل المياه ما في محضرك يقدر يقول لك أنه عنده مشكل مياه بالنسبة حتى أن المياه بالعالم الآخر المياه تباع، إحنا المياه عندنا مجانية. إذا طبيعي بعد أن المشاكل سر من سر تطور الزراعة، كل ما حتى إلى حل إطارك مشكلة كانت مطروحة مع تطور الزراعة الدور تطرح مشاكل أخرى. يقرر أن تعد فهم إرادة لحل المشاكل وفهم تفهم للمزارع عمالي بعد أنه هو من نفسه يا الله يبذل جهد لحل هذه المشاكل ندور نتمو لا نتقدمه. طيب واضح، سأعود إليكم لاحقا سيد شيخ أحمد، شكرا جزيلا. سيد مستشار، ماذا تحدثنا عن ما تم إنجازه في أبرز محاور هذه الاستراتيجية، ماذا عن المشاريع والأفاق المستقبلية لعمل هذا القطاع والمشاريع التي ينفذها القطاع حاليا؟ شكرا. فعلا حالا عندنا توجه لاستعادة كما قال معالي وزير الزراعة في آخر زيارة قام بها لمنطقة أفطوط الساحلي، حيث أعلن أن الدولة بصدد استرجاع جميع المساحات الزراعية الغير مستقلة والتي وزعت منذ فترة طويلة من الزمن على بعض المستثمرين، إلا أنهم وفي هذا الصدد قام معالي الوزير بزيارة منطقتين، واحدة 200 هكتار واحدة 1500 هكتار ستدخل إن شاء الله بعد الاستصلاح القريب في الدورة الزراعية الخاصة بالخضروات، وهنالك منطقة ثانية واحدة في ركيز واحدة في منطقة أوليك بصدد الاستصلاح، وستخصص إجمالا للاستثمار الخصوصي في مجال إنتاج الخضروات، وهنالك مشروع كبير بصدد استصلاح ما يزيد على 300 هكتار لصالح الشباب خصيصا الذي يستهدف زراعة الخضروات في مناطق متفرقة من 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 الضفة. وهذه المشاريع اللي هم بطبيعة الحال اللي هي من 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 هدفهم على انهم بطبيعة الحال يزيدوا المساحة، ولكن ادخال تقنيات جد متطورة لأساليب الري والتقنيات الزراعية والبذور المحسنة ما إلى غير ذلك لمضاعفة الإنتاجية لوحدة الإنتاجية في الإكتار. وقمنا باتفاقية مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل بصدد استغلال 3000 إكتار لصالح أرباب العمل لكي يستثمروا فيه لهذا الغرض. وهذه الاتفاقية مع رجال الأعمال المنطوين تحت يافطة الاتحاد أرباب العمل مقرونة
بمشروع آخر لتشييد 15,000 طن من التخزين المبرد على مستوى المغشوط لصالح هذا بالضبط الإنتاج. هذا بالضبط إذن هذو المشاريع هذا بالضبط ما سأسأل عنه أستاذ مستشار، لأن هذه التجارب التي الناجحة التي تابعنا تحدث أصحابها عن بعض النواقص، تحدث عنها المندوب وأشرها المستشار، لكن تحدثوا عن إشكال النقل، إشكال التبريد، هذه إشكاليات موجودة، ما هي الجهود المبذولة من أجل حلها؟ وهل هذه المشاكل موجودة على مستوى الولاية بشكل خاص أم على بقية مستوى بقية الولايات؟ على كل حال هو سلسلة الإنتاج عادة في الدول الزراعية يكون المزارع مسؤول عن الإنتاج حتى آخر حتى الحصاد، من بعده يكون فيه عادة يكون فيه المسوق أو تبدأ شبكة أخرى من المستفيدين. لكن من الملاحظ أو من التحسينات اللي ممكن إضافتها هو العمل على تقنيات ما بعد الحصاد. تقنيات ما بعد الحصاد هي اللي تمكن المزارع من 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 إدخال عمليات الفرز والتدريج ويعني نوع من تحسين المنتج، لأن الحقيقة من أكبر المشاكل يعاني منها المزارع الموريتاني هو أنه لا يقوم بعمليات الفرز في الحقل، كل ما أنتج تقريبا من 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 غير العيوب الظاهرة يأتي به للسوق، والسوق طبعا بالنسبة لزراعة الخضروات زراعة حساسة وتحتاج الى 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 نوع من العنايه الخاصه خاصه ما بعد الحصاد. هذه نقطه. النقطه الثانيه فيه المخازن المبرده. المخازن المبرده عاده لو تم تنظيم الانتاج على المستوى قبل يعني في مراحل البر، وهو ما سنقوم به خلال الموسم الصيفي الحالي. الموسم الصيفي الحالي احنا لاطاله فتره الانتاج نحن الان بصدد بدء في موسم يبدا في الايام القليله القادمه. هذا الموسم يكون بتشاور ما بين الوزارة والمستثمرين بحيث يتم تنظيم الإنتاج من البذر وحتى الحصاد، على أساس أن يكون عندنا مواعيد بذر، مثلا كل منطقة عندها موعد بذر معين متفاوتة، فيه بذر مثلا على ثلاث مراحل على الأقل، وكل منطقة تكون منظمة، معناها ننظم الإنتاج ما قبل ما يعني من مرحلة البذر، على أساس يكون تموين السوق مستديم دائم، ومثلا تقليل المخاطر المترتبة على بوفرة الإنتاج اللي طبعا تنعكس على دخل المزارع واللي هو الأساس المحور. طيب استسمحكم نتابع عنصرا عن الإرشاد الزراعي بولاية أترجز، هذه الولاية الزراعية بامتياز، نتابعوا هذا العنصر مشاهد تقرير مشاهدينا الكرام، نعود بعده بحول الله. نحن هنا في قطع في المحطة الإرشادية اللي هي محطة تعاوني قراك للنساء، وهذه تعاونية قطينا جيناها زرناها نزورها على دائما ونشوفوا جملة الأعمال اللي ينقام بها هون، من عند عملية قليع الربيع وتعداد البيبينيرات، من تعداد البيبينيرات باطية إلى قليع الربيع إلى تعداد دران برودوي، وهذه المرحلة بالذات اللي نحن فيها حالا واللي واقفين فيها حالا هي عبارة عن نعدل شمن الشينغالو مكافحة لبعض الحشرات الموجودة خاصة البومدتار، كيف تنترتو نين هو تترت ويترت لان يعود فات الشرب، قلنا له من يترت لان يعود فات الشرب، وعاد الوقت كيف الوقت ترك والله الدحميس هو اللي يأخذ قليل يترت ما وليه ترت ما يعطنا مولي نحن مولي نوصوهم عليها ونوصوهم على النوم اللي هو المبيدات لابد من يشوفوها ويعرفوا خطورتها شنو هي على الانسان اللي متبارك معها يستخدمها. وحالا هذه بومدتار يترتيها بشين قال له اباميك اللي هو الماده اللي هو الاسم التجاري قال له اباميك، غير هي الماده الفعاله اللي فيه قال اباميكتين 18 غرام بر لتر اللي هو عباره عن تركيز الماده الفعاله فيه، ويجي عاده يكافح لا هو اسمه العناكيب كيف تري زكري هما ولا زنسكتيسيد أن إنسكتيسيد كاريسيد اللي هو زاد يكافح العناكب ويكافح هم اللي معها لبيسرون، وهذا هو العملية اللي جبرنا حالا فيها مواكبينهم فيها ونعرف خطورة البرودكشن هي
على الإنسان وعلى المادة اللي هم متباركين معها شنهي. وهذه هي اللي تراعي فيهم هم اللي أعضاء التعاونية، واحدين من أعضاء التعاونية وتو، ودائما نقعدوا عندنا عملية إرشادية نجوهم كيف تلعادهم قليع الربيع ويلعادهم كيت بومدتر لان عدلوا لها تكويم التراب على مستوى جذورها، هي كانت تعود تعرف تخلق فيها ياسر من هو اسمه، هذا نعدلوه دائما ونقول ننصحهم به، هو اللي ننصح به بعض طاقم التعاونية من أجل كانهم يقوموا بالعمليات الزراعية كاملة تعود وقت واحد، تعود مواكبة مملي ما يتأخر من الشيء عن شيء، وهذا هو هو الأساسي. ويظهر من هنا مجموعة من الأصناف المزروعة هون، كيف تماتة، كيف البصل، كيف توبرجين، كيف تنافة، كيف البتراف، كيف كاروت، ما خالق جميع أصناف الوسم موجودة هنا إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله. والناس اللي هنا تشتغل ما شاء الله شغلة زين، لأنهم هو قاعد كانوا أصلاً يعرفوا أصلاً بالفطرة لأنهم مزارعين من عقل الله، ونزادهم اللي حكم لا تزيد حكيم، لأن الطاقم الإرشادي مفيد بالنسبة لهم لأنه ينعتلهم شيء أصلاً هم يعودوا ما كانوا يعرفوه، وينبههم على خطورة اللي هؤلاء برودوي المستعملين على أن الوقت اللي له ينقطع في هذا المحصود ما يرتو ينقطع فيه مزات فم بقايا للمادة، لا بد يعود فم الرمينانس تعود وافية، معناه أن تعود وقته اللي هيش فيه يعود وافي، هذا هو اللي أصلا يعدل، وهو أصلا اللي جاي منهم ولو ندور نوعهم على خطورة هذه المسائل كاملة، وذيك المسائل اللي كاملة مواكبينه فيها. لم يكن مشاهدينا الكرام من جديد وأن تبعنا هذا العنصر. السيد شيخ أحمد، الإرشاد الزراعي على مستوى ولاية الترارز، ما هو دور هذا الإرشاد وما هي النتائج الإيجابية للإرشاد والمتابعة الزراعية، وخاصة أن ولاية الترارز من أكبر الولايات الزراعية في البلاد والمزارعون يحتاجون مواكبة ومستمرة وتكوينا يساعدهم على زيادة إنتاجهم وتحسينه؟ سؤال بالضبط، ما هو ماذا؟ أسأل عن الإرشاد الزراعي على مستوى الولاية، كيف تتابعون المزارعين وكيف ترشدونهم وما هي النتائج الإيجابية لهذه المتابعة التي يحتاجها المزارعون لزيادة إنتاجهم وتحسينه؟ طيب شكرا. بالنسبة لولاية ترازة كغيرها من ولايات الوطن، كما قال لك السيد المستشار، فهم طاقم إرشادي مشات الوزارة هاي السنة لمواكبة المزارعين وتمكينهم من التعرف على التقنيات الزراعية الضرورية لتطوير إنتاجهم. الولاية غيرها من الولايات يوجد فيها عدد معين من المرشدين الزراعيين، كل مقاطعة تقريبا فيها مرشدة ومرشدين زراعيين يواكبوا المزارعين من بداية تعداد المشتلة، وكيف ما قال لك المستشار تميزت هذه السنة بعلن المشاتل أغلبها تم تعداله في بيوت أو بيوت محمية، وذلك طبعا له دلالته لأهميته الفنية باللي يحمي النبتة وهي صغيرة من ذيك الآفات الكثيرة اللي تعود ياسرة في طيب. الوسط الطبيعي أيام تعداد المشتلة. شكرا جزيلا. مرورا بتهيئة الأرض وتحضير التربة. وقت لا يسمح الأستاذ في أقل من دقيقة، كلمة أخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نختار نرجع لقضية الإرشاد. فعلا الوزارة هذا العام أصرت على مواكبة الحملة الزراعية خصوصا الخضروات بطاقم إرشادي ذا كفاءات عالية وانتشر في جميع أنحاء البلاد حيث تمارس زراعة الخضروات. المسألة الثانية هو نختار نأكد على أن في الأيام القادمة إن شاء الله كما قال المستشار لهن تنطلق حملة زراعة الخضروات الصيفية، وله تكون فيها دعم معتبر
الوقت انتهى. شكرا لجميع المزارعين. شكرا جزيلا سيدي المستشار، كان يبدو نعطيكم فرصة ثلاث ثانية لكن الوقت انتهى. أشكركم جزيل الشكر مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا نشكر ضيوف هذه الحلقة الكرام وهم أسادة سيد محمد ولا أحمد بنان مستشار وزير الزراعة، شكرا جزيلا لكم السيد المستشار السيد محمود المختار سيدي محمد الملقب محمود ومستشار وزير الزراعة، شكرا جزيلا لكم سيد المستشار السيد الشيخ أحمد والتلاميذ المندوب الجهوي لوزارة الزراعة بولاية طرابلس، شكرا جزيلا لكم سيد المندوب. أنتم مشاهدي الكرام موصول لكم الشكر، إلى أن يضمني لكم لقاء آخر في حلقة أخرى نتناول فيها موضوع آخر. همنا جميعا إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه. Thank you.